سمر، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية من كتاب المنير في اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي. إذن حبتي اليوم لدينا حصة الإملاء، عندنا همزة الوصل والقطع، إذن تقديم جميل. إذن أحبتي الصغار على بركة الله، إذن لنقرأ النص. إذن النص بعنوان السينما والمسرح. انطلق المحاضر قائلا: السينما فن جميل جامع لكل الفنون، يعتمد على المشاهد الضوئية التي تحرك المشاعر، أما المسرح فهو أبو الفنون، يحقق أهدافا تربوية وأخلاقية للجميع، وهو مرآة لإظهار إيجابيات الإنسان وسلبياته، وهذه القولة خير دليل على ذلك. أعطيني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. جميل. إذا دابا نمشيو لفقرة الأسئلة. إذا ألاحظ الكلمات، نبدأ بعد هذا. إذا أقرأ النص وأنتبه إلى الكلمات التي بدأت بهمزة. إذا نشوف الكلمات التي بدأت بهمزة. إذا هنا عندنا انطلق، انطلق ياك، انطلق المحاضر قائلا السينما كذلك. إذا السينما فن جميل جامع لكل الفنون، إذا يعتمد على المشاهد الضوئية، جميل، التي تحرك المشاعر، إذا جميل. أما المسرح فهو أبو الفنون، يحقق أهدافا تربوية وأخلاقية للجميع، وهو مرآة لإظهار، إذا طلبوا منا التي بدأت بهمزة، جميل، إيجابيات الإنسان وسلبياته، وهذه القولة خير دليل على ذلك. أعطيني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. جميل. إذا هنا حددنا الكلمات اللي فيها أو التي بدأت بهمزة. جميل. إذا دابا غادي نمشيو لسؤال مولي أو الفقرة المولية. هنا عندنا ألاحظوا الكلمات الآتية التي يتضمنها النص، هل يمكن النطق بها بدون همزة؟ جميل. إذا نشوف الكلمات. إذا هنا عندنا أبو، إذا أبو، إذا ما يمكنناش ننطقها بدون همزة، ما يمكنناش نقول بو، لا، أبو. أهداف، أهداف، إذا أهداف كذلك ضروري من أن ننطق الهمزة. عندنا أخلاق، ضروري كذلك أن ننطق هذه الهمزة. إظهار، إظهار كذلك ضروري أن ننطق هذه الهمزة. إيجابي، إيجابي كذلك فضروري أن ننطق بها. عندنا إنسان، إنسان، أعطى، أعطى. جميل. إذن هنا عندنا بدأت هذه الكلمات بهمزة يتم النطق بها. إذا شنو كنسميو هذه الهمزة هذه التي يتم النطق بها؟ إذا نسميها بهمزة القطع، إذا همزة القطع. جميل. إذا بهذا الشكل، إذا فهي همزة ماذا؟ همزة القطع. إذا هنا عندنا انطلق المحاضر، انطلق المحاضر. السينما فن، استعد الممثل، استعد الممثل. جميل. إذا بدأت هذه الجمل بكلمات في أولها همزة تم النطق بها، إذا فهي همزة، إذا قطع، إذا فهي همزة قطع. إذا جميل. إذا هنا عندنا هل انطلق المحاضر؟ إن السينما فن. هل استعد الممثل؟ إذا هل انطلق المحاضر؟ ما نطقناش هاد الهمزة هذه. إن السينما، ما نطقناش كذلك السينما. إذا إن السينما فن.
هل استعد الممثل؟ ما قلناش هل استعد الممثل، قلنا هل استعد الممثل. اذا ما نطقناش هاد الهمزه هذه. اذا هذه الجمل تضمنت نفس الكلمات ولكن في وسط الجمله، ولم يتم النطق بهمزتها فهي همزه وصل. اذا هاد الهمزه هذه اللي ما كيتمش النطق بها فكنسميوها بهمزه الوصل. اذا بهذا الشكل هذا، اذا الوصل جميل. اذا هنا عندنا اهداف واهداف، اخلاق فاخلاق. اذا عندنا مور الواو باقي نتقن الهمزه وخا جاءت في الوسط ياك، وكذلك اذا مور الفاء فاخلاق جميل. اذا اطفال الصغار بقيت الهمزه ظاهره بعد الواو والفاء ويتم النطق بها فهي همزه ماذا؟ القطع. اذا جميل، كتبوا القطع. هنا عندنا اعتبر، نطقنا الهمزه واعتبر، اعتبر واعتبر ياك. المشاهد فالمشاهد، ما نطقناش الهمزه ملي درنا قبلها واو وقبلها فاء. اذا سقطت الهمزه بعد الواو والفاء ولم يتم النطق بها فهي همزه مدى، همزه الوصل. جميل، اكتبوا الوصل، احسنتم. اذا دابا عندنا هنا الاستنتاج. همزه القطع تنطق في اول الكلام ووسطه واذا تم وضعها بعد واو وفاء. يعني اي همزه نطقتوها في اول الكلمه ياك فكتسمى همزه قطع. وكذلك ايضا اي همزه نطقتوها مور الفاء او مور الواو فكتسمى همزه قطع. فهمتوا؟ اي كلمه تحطت لكم فيها يعني فيها همزه قبل الواو وقبل الفاء وتنطقات فهذه كتسمى همزه قطع. جميل. وهنا عندنا همزه الوصل تنطق في اول الكلام ولا تنطق في وسطه او اذا تم وضعها بعد واو او فاء. العكس، يعني الهمزه اللي ما كتنطقش في وسط الكلمه وكتنطق في اول الكلام، وما كتنطقش في اول في وسط الكلمه، وما كتنطقش الى وضعنا قبلها واو او فاء، فهذه كتسمى بهمزه الوصل. جميل، احسنتم. اذا دابا غادي نمشيو لاطبق. اضع همزه القطع او همزه الوصل بحسب ما هو مناسب في مهر. اذا هنا عندنا ابدعت، خربوشه في فن العيطه، واشتهرت في منطقه عبده وباقي انحاء المغرب، اشتهرت مجموعه ناس الغواني باغنيه الصينيه. اذا الاصدقاء الاطفال بهذا الشكل هذا، اذا ابدعت خربوشه في فن العيطه. اذا خربوشه هي مغنيه، اذا في فن العيطه كانت تجيد فن العيطه وهي اصلا مشهوره فهي مقاومه. اذا واشتهرت في منطقه عبده وباقي انحاء المغرب، اشتهرت مجموعه ناس الغيوان كذلك فهي مجموعه غنائيه مغربيه باغنيه الصينيه. جميل. اذا احبتي الصغار بهكا نكونوا قد انتهينا الحصه ديال اليوم. ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، تخليوا لي جيم الفيديو، كذلك اذا تخليوا لي الكومنتير فانا كنقرا جميع الكومنتيرات ديالكم. اذا دمتم في رعايه الله والى اللقاء.